نأمل من فضيلتكم بيان أيهما الأفضل في حق الحاج والمعتمر، الركوب أم المشي في الطواف والسعي؟ الأصل المشي، الأصل المشي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وإن احتاج إلى الركوب يركب، احتاج إلى الركوب يركب في الطواف والسعي، ولا حرج عليه بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ركب في بعض الأحيان، إذا احتاج إلى الركوب ما في بأس. نعم.